السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي في الله. نتمنى نلقاكم أول موعد أسبوعي في أحسن ظروف والأحوال إن شاء الله. اللهم صل وسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين. بسم الله نبدأ. مؤخرا احتلت لفيتامين سي الصدارة في الاستعمال من طرف جميع الشرائح العمرية، وخاصة الأشخاص اللي عندهم فوق 30 سنة فما فوق، بحكم أن لفيتامين سي كما نعلم كي زول او كيحبس داك الفائض اللي كيكون عندنا في الجسد ديالنا والجسم ديالنا من الجذور الحره. هذا الفائض اللي كيسرع شيخوخه الخلايا. فالفيتامين سي او لاسيد اسكوربيك كيحبط وكيفشل لنا من العمليه ديال هاد الجذور الحره، وبالتالي كيمنع لنا شيخوخه ديال الخلايا مبكرا. بطبيعة الحال هذه العملية ما كيمكنش تتم بالعمل ديال فيتامين سي بوحديته، ولكن ضروري ان كيكون معاه او بالموازاه مع هذا العمل ديال فيتامين سي. فكيكون العمل ديال فيتامين او ديال البيتا كاروتين ديال السيلينيوم ديال الزنك وبزاف بزاف ديال المواد الاخرى والمعادن. فيتامين سي هو داك الى بغينا نقولوا داك الطفل المحبوب، الطفل المدلل عند مختبرات التجميل. فكلهم كيبغيو انهم يزيدوه في المستحضرات ديالهم، كوساسو هاد المستحضرات كانت دي كريم كانت دي سيروم. فهو يعني كما قلنا طفل محبوب ومدلل، كيبغيو يضيفوه للمنتوجات ديالهم. كذلك نعتمدوه كاستعمال يومي، يعني بين قوسين كتبقى الكلمة ديال استعمال يومي لفيتامين سي بين قوسين، لأنه عنده فوائد كثيرة وكثيرة بزاف عاد. وأكيد أكيد أغلبكم كيعرف الفوائد ديال لفيتامين سي، فهو واحد من أهم مضادات الأكسدة، كيساعد بشكل كبير في محاربة الإجهاد، محاربة العياء والتعب اللي كيكونوا باينين لنا على البشرة ديالنا وخاصة بشرة الوجه. كذلك فهو يقلل من إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن ظهور التصبغات الجلدية، يساعد في تحفيز إنتاج الجسم لمادة الكولاجين المسؤولة عن شباب البشرة، وبالتالي تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء. أعتذر منكم كثيرا، الصوت ديالي عارفه ماشي هو هذاك، ماشي في نهاره، ولكن استسمح ما يعني ما الظروف أقوى. فقلنا هو لفيتامين سي كيأخر لنا ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وكذلك كيحارب لنا الهالات السوداء. نعم كيمكن لنا نديرو، حيت عارفه التساؤل دابا اللي غادي يجي البال ديالكم، وفاء واش يمكن لنا نديرو لفيتامين سي تحت العينين ديالنا؟ نعم يمكن وضع سيروم فيتامين سي تحت العين. فيتامين سي كيعطي البشرة إشراقة ملحوظة ما كيمكنش أننا نجهلها، فكيبان الوجه أنه مشرق بصحة جيدة. فهاد العوامل كلها كتخلي بعض الأشخاص كيطرحوا تساؤل، دائما كيجيني هاد السؤال، دائما أنا كنتسائل فاش كنلقى لفيتامين سي في شي أوردونونس أنها نديروها في النهار. فهاد التساؤل دائما مطروح، شنو اللي خلى هاد التساؤل يتطرح او يكون دائما يعني محط انظار الناس؟ هو ان لفيتامين سي كيحمي الخلايا الجلديه من اضرار الشمس على البشره، لكن هو ما كيحميش البشره نهائيا، او الا بغينا نقولوا عمر لفيتامين سي ما غادي تجي بلاصه ديال الواقي الشمسي او غادي تعوض الواقي الشمسي باي شكل من الاشكال. فحمايتها الخلايا الجلديه من اضرار الشمس لا يعني اننا نقدروا نديروها في النهار، اننا نعوضوها او تعوض لنا ليكرون
او الواقي الشمسي ديالنا. ف ضروري ضروري جدا تطبيق الواقي الشمسي ومراعاة تجديد الواقي الشمسي. لهذا انا شخصيا كنصح باستعمال لافيتامين سي ليلا حتى نتفادى اي نتائج يعني عكسية. وكذلك يعني الخبراء كينبهوا وكيأكدوا على انه من ضروري جدا تطبيق الواقي الشمسي. يعني الواقي الشمسي فرحنا كنديروه 12 شهرا، ولكن ملي كنكونو كنستعملوا لا فيتامين سي فاحنا كنتقيدوا بالواقي الشمسي بواحد الشكل اللي هو فوق جيد جدا. يعني ضروري ننتبهوا لهذه المسألة. الوغ فيشي ليفتاكتيف سيروم او فيتامين سي منتوج طبعا من مختبرات فيشي الفرنسية. جد 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 مركز بلا فيتامين سي. هذا المنتوج مركز جدا بلا فيتامين سي. كنستعملوا هذا المنتوج ديال ليفتاكتيف فيتامين سي سيروم فيتامين سي لمدة محددة فقط. انتبهوا معايا لهذه المسألة جيدا. ملي كيكون عندنا لو سيروم كونسونطري بلا فيتامين سي فاحنا ما كنبقاوش نستعملوه دائما، فاحنا كنستعملوه لواحد المدة اللي هي محددة. علاش؟ باش ما كتصابش لينا او ما كيتصابش لينا الجلد ديالنا او البشرة ديالنا بواحد الحساسية، لدرجة ان داك الوجه ديالنا كيولي اي حاجة كنحطوها على الوجه ديالنا كتولي كيتحسس منها، ولو يكون برودوي اللي حنا دائما كنستعملوه او ديالنا ككريم مرطب او واقي شمسي. فملي كيتحسس لينا الوجه ديالنا من جراء الاستعمال المفرط لسيرومات المركزة وعالية التركيز من فيتامين سي، فكتولي عندنا بشرة جد حساسة. كذلك كتولي لنا ديك البشرة كتحمر لأي سبب من الأسباب، يعني أي حاجة كتعطينا واحد الرياكسيون أليرجيك أو كتعطينا واحد الرياكسيون ديال الروجور في ديك البشرة ديالنا. وعلى كل أنا كنقول دائما إذا استعملنا المنتوج أو لا فيتامين سي العالي التركيز أو لا فيتامين سي يعني عادي استعملناه ليلا وتقيدنا بالواقي الشمسي نهارا، فما غاديش نطيحوا في هاد المشاكل بتاتا. القارورة فهي كتجي بحجم 10 ml، ولكن رغم انها صغيرة في الحجم ديالها فهي غادي تكفي لعلاج مدته شهر. نصيحتي لكم نستعملوا المنتوج ديال او لا فيتامين سي اللي عالي التركيز مرتين في الاسبوع، على اقصى تقدير 3 مرات في الاسبوع فقط. كنديروا اقتراص على الوجه ديالنا بضع نقاط، ما كنتجاوزوش ما غاديش نفوتو 4 أو 5 قطرات، يعني اقتراف الجبهه ديالنا اقتراف خد واقتراف هذا الخد واقتراف مثلا غادي نديروها ما بين الذقن والانف واقتراف يعني تحت العينين ديالنا بجوج طبيعه الحال على وجه نظيف ومع التدليك. فضروري من عمليات التدليك باش كنعاونوا البرودوي انه يدخل سهوله للجلد ديالنا والبشره ديالنا. طبعا عمليات التدليك كتكون من الاسفل الى الاعلى. ما نساوش واحد المساله كنسى غالبا انني نذكرها لكم، ان ندير واحد النقيطه في العنق ديالنا وحتى هو تدليك من الاسفل الى الاعلى باش ما كنوقعوش في داك المشكل ديال كيكون الفرق ما بين العنق والوجه. غالبا 90% من الناس اللي كنشوفوهم فعندهم واحد الاختلاف شاسع ما بين العنق والوجه بحكم انهم كيهتموا بالوجه ديالهم وما كيهتموش بالعنق ديالهم. وانا من هاد الناس ما كنهتمش بالعنق ديالي، فالله يهدينا على نفوسنا. ابتداء من الاستعمال الاول فغادي تلاحظوا ترطيب اكثر، اشراقة ونضارة، مسام واسعة أقل ظهورا. ما غاديش يعالجنا المسام الواسعة، ما غاديش ما نقولوش ليا بأن ديك المسام ما غاديش تبقى وغادي يحيدها، لا، مسام واسعة أقل ظهورا. الاستعمال الرابع فغادي نلاحظوا بأن تجاعيد أقل بروزا، ما غاديش تبقى باينة لينا بديك الطريقة اللي كانت باينة لينا بها النبرة الأولى قبل ما نستعملوا لا فيتامين سي في الوجه ديالنا.
بشرة أقل شحوبا، أقل تعبا، فيشي ليفتاكتيف سيروم فيتامين سي كيجي في الحجم كما قلنا ديال 10 ml، قارورة تسهل عملية التطبيق، يعني كنقدو نحطوها هكا بالقطاس، كنقدو نحطو ديك لا فيتامين سي ديالنا بالقطاس بتركيز 15% من لا فيتامين سي، وبثمن ابتداء من 300 درهم مغربي. يبقى الفيتامين سي منتوج عناية ووقاية فقط، وليس منتوج علاج نهائيا. يعني انتبهوا معايا هذه المسألة وركزوا معايا على هذه المسألة، لا فيتامين سي هو منتوج عناية ووقاية وليس منتوج علاج نهائيا. فما نتسناوش من لا فيتامين سي انها غادي تزول لنا التصبغات الجلديه العميقه، انها غادي تزول لنا التجاعيد العميقه والقديمه. كذلك ما كنصحش الناس اللي كيستعملوا واحد تريتمون اونتي تاش انهم ياخذوا معاه بالموازاه معاه ياخذوا لا فيتامين سي، خاصه الناس اللي عندهم الكلف وتصبغات جلديه واضحه في البشره ديالهم. علاش ما يستعملوش لا فيتامين سي اون باراليل او بالموازاه مع لي زونتي تاش او المنتوجات المزيله للتصبغات الجلديه؟ شنو غادي يوقع؟ فديك لا فيتامين سي بطبيعه الحال ما غادي دير لنا حتى شي رياكسيون على هذوك لي تاش. البلايص حنا بيان سور كاينين بلايص عندنا في الوجه ديالنا اللي ما فيهمش لي تاش، البلايص اللي ما فيهمش لي تاش غادي يبداو يبانو بيضين بزاف، عاد غتبدا تبان فيهم ليكلا، غتبدا تبان فيهم الاشراقه. باغ كونطخ دوك اللي هما ديجا كحلين او فونسي او غامقين غادي يوليو يبانو لينا، حيت غيولي داك الفرق ديال البيوضيه مع الكحوليه غادي يوليو يبانو لينا بحال راهم تجهدوا وولاو كحلين بزاف. وكنظن عندي شي سؤال في التعاليق على هاد المساله. فشنو وقع؟ وقع هو ان ديك البلاصه اللي هي ما فيهاش ليطاج زادت بيضت، والبلاصه الاخرى ولات كتبان كحله اكثر من البلاصه اللي هي بيضاء. فلهذا نصيحه مني لكم، ما تستعملوش لا فيتامين سي نهائيا مع لي زونتي تاش او لكان الوجه ديالكم فيه تصبغات جلديه كثيره. اللي نصحكم وانهم منين تكملوا فتره العلاج على خير وبسلام نهائيا، وما يبقاوش عندكم تصبغات جلديه كثيره، يوليو غير شي حاجه خفيفه هكا هكا دي بتي تاش خفافين بزاف عاد وقلالين في الوجه ديالنا، فيمكن لكم ديك الساعه انكم تستعملوا لا فيتامين سي. كالعاده كنتمنى انني نكون فدتكم وجبت لكم شي حاجه اللي غادي تستافدوا منها وتنفعكم. طبعا تحيه الجميع من يتابع كوان بوتي، للأمهات بالدرجة الأولى، الأطفال والمراهقين والشباب اللي كيساعدوا أمهاتهم أنهم يتواصلوا مع القناة. فشكرا لكم جزيلا وليداتي، ولله يختي عليكم ميماتكم والله يخليهم لكم. طبيعة الحال شكر جزيل لجميع من يدعم القناة ويدعم وفاء، تحية حب وتقدير ووفاء وإخلاص لكم جميعا، سواء كنتم داخل المغرب أو خارج المغرب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطابت أوقاتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.